تخيل ما بيزوروني حتى بالعيد. نسمع هالرسالة. تعرف أستاذ يحيى، والله العظيم إخواني من 3 سنين ما دخلوا بيتي، ولا واحد فكر بيوم يرن علي ويحكي لي محتاجة شيء أو حتى ناقصك شيء. كل هاد بس عشان خلاف مع زوجي، قاطعوني تخيل. طيب ليه أنا؟ شو ذنبي؟ والله كل مناسبة بتمر بفتقدهم، بكل رمضان وبكل عيد، معقول لهالدرجة بيهون عليهم؟ بعد هالرسالة اللي سمعناها من الأخت اللي عم تشكي على أخوتها، بس بدي إياكم تتأملوا معي قول أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها لحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي أول مرة. شو قالت له؟ كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم. الإخوة مو علاقات صداقة ننهيها لما بيغدر فينا صديقنا أو بيخوننا أو حتى بتختلف آرائنا مع بعض. هي دم الأخوة، هي دم بيجري في عروقنا. مشان هيك لو تجاهلت وجود أخوك أو أختك في حياتك رح تصرخ كريات الدم بعروقك لتشعرك بالحنين لأخوك أو أختك. إذا زرتني زرتك، وإذا أعطيتني أعطيتك، وإذا أحسنت إلي أحسنت إليك. هذا اللي بيقيس عطاء الأخوة بقانون الأخذ والعطاء. لن يحصدوا سوى جفاف المشاعر وتباعد المسافات. أخي أنت لي دفقة من حناني، أخي أنت لي نسمة من أماني، أخي أنت لي دفقة من حناني، أخي أنت لي نسمة من أماني، وآمال قلبي ومشعال دربي، وآمال قلبي ومشعال دربي، وأنت ضياء الهدى والزمان، وأنت ضياء الهدى والزمان. أن تشعر أختك أو أخاك بقيمتهم في حياتك، باشتياقك إلهم، بأنه أمره أو أمرها وهمه أو همه ومشكلاتهم تعنيك، بأنه دموعهم لما بتنحدر من عينيهم بيشعروا أنه انحدرت من عينيك أولا، أنه تسندهم قبل ما يسقطوا أو يوقعوا، أنك تكون عكازة قبل أن يقولوا كلمة آه. الأخوة ليست أسماء مرصوصة في بطاقة رسمية أو بطاقة أحوال مدنية، ولا أوراق مرسومة بشجرة عائلة نعلقها على الحيط ونشوف ونتباهى فيها، ولا أرقام هاتفية مسجلة أخوي فلان، أخي الحبيب، أختي الحبيبة، أبدا. الأخ والأخت حملتكما نفس الرحم، أرضعكما الصدر نفسه، عشتم في البيت نفسه، أكلتم من الصحن نفسه، شربتم من الكاس نفسه، احتفظتوا بالذكريات نفسها. مشان هيك ما ممكن، ما تستطيع أبدا أنك تمسح كل هالشي وتمحيه. حتى لو حاولت رح تشعر في نهاية كل يوم بتأنيب الضمير. الإنسان اللي بيحاول يمسح أخوه أو أخته من حياتهم رح يشعر كل نهاية يوم بتأنيب الضمير، لأنه الدم اللي بيسري بعروقك رح يخليك تشعر بالحنين لأخوك أو أختك. إياك ثم إياك أن تفرط بإخوتك من أجل أي شيء في الدنيا، كل شيء يمكن تعويضه إلا الأخوة. هنيئاً لمن يجتمع إخوانه وأخواته في بيته أسبوعياً أو شهرياً، سواء في حياة والدي أو حتى بعد رحيل والدي، فهذه من أجمل العبادات. بيقول ابن القيم رحمه الله: إن القوم ليتواصلون فتكثر أموالهم ويكثر عددهم، وإن القوم لا يتقاطعون بتقل أموالهم بقل عددهم كمان. قد يظن بعض الناس إنه إذا لما بشوف عيلة كبيرة مجتمع بالعيد أو بأحد البيوت إن عائلة كلها ملائكة ورفرف السلام عليها من كل جانب. الحقيقة مو هيك أبدا. الحقيقة إنه هن أناس عاديين قد يكونوا، بيصبر بعضهم على بعض، بصير بيناتهم مشاكل، بيتحملوا بعض، بيتحملوا أخطاء بعض. ليش؟ حتى تبقى الأسرة قوية ومتكاتفة لابد نصبر على أخطاء بعض ونتحمل أخطاء بعض، ونتذكر من وصل رحمه فقد عمر دنياه وبورك له في رزقه وعمره. قال الله تعالى:
وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. نرجع منقول قمة الإحسان إنك تزور حد من إخوانك أو من أخواتك بطل يزورك أصلاً، حد يقطعك، تكون نيتك رضا الله سبحانه وتعالى، مو لحتى تكسب أي اعتبار بالعائلة أو مكانة معينة ويصير يقولوا والله كبير العيلة، العقيد في العيلة، الزعيم في العيلة. لا أبداً، أنت اللي عندك أخت اسمع كلامي منيح، الأخت كتفك لما بتنهار وسندك لما بتتعب، الأخت ما بتتعوض وما بتتبدل، الأخت قطعة من أمك بتنور لك حياتك. ما في شيء بالدنيا يشبه أن تكون لك أخت، هي شيء مختلف تشعر به، وكأن الله أعطاك روحا أخرى في الدنيا. غيرك بتمنى لو كان عنده أخت. أحد القصص بيذكرها أحد الأطباء يقول كنت عم أقوم بعملية خطيرة لطفلة وما توفر دم أبدا من فصيلة معينة إلا من أخوها التوأم، فسألوا أخوها التوأم تعطي أختك دم أو كذا، خاصة أن الموضوع حياة أو موت. الطفل فكر وبعدين سلم على أبوه وأمه وودعهم. طبيب استغرب أنه ليش عم يودعهم هيك يعني بهالحرارة، كلها عبارة عن تبرد دم. بيقول لما خلصت العملية وكل شيء إجا بعد العملية، الطفل هذا عم يسأل الدكتور إمتى أنا رح أموت؟ فقال له الدكتور أنت ما رح تموت. قال له موضوع التبرع أعطيت الدم تبعي وكذا. فتخيل الطفل عطى أخته الدم وهو كان متخيل أنه هو رح يموت. متخيلين هذا الشيء؟ أنه كان عم يعتقد أنه رح يعطي حياته لأخته ومو بس الدم، ومع هيك وافق. مشان هيك شو ما كانت الخلافات، اختك رح تضل اختك. تذكر كلامي منيح، ترى كل شي بهالدنيا رايح.